أستاذ أحمد، هذه المسألة تصريحات نور نيوز مهمة جدا، وأنا قد اقتبست هذه التصريحات في مقالة ستنشر تباعا حول الجولة، جولة بايدن عموما، ووعود ووعيد إيران. الآن المصداقية أعتقد أنها نسبية. حلفاء إيران في المنطقة أو التنظيمات التي تتبع لها تعتقد أن الوعيد الإيراني دائما صادق. بالمقابل، لنكن واقعيين، كثير من الدول التي تشكك بالدعاية الإيرانية تقول أن هذا الوعيد ليس أكثر من دعاية، لأن حتى الضربات التي تلقتها في العمق استخباريا وعسكريا لا يشير إلى أن هناك أي إمكانية لدى إيران لردع ما تعتقد أنه خطرا على بلادها. الآن حتى التصريح، وإن كان قريبا من ذوي الاختصاص في إيران المعنيين في المسائل الدعائية والاستخبارية في آن واحد، قالوا إن تعرض الأمن القومي لإيران للخطر من هذا التحالف، يعني كلما اشترطت وكثرت الاشتراطات والإن في هو الاشتراطية في التصريح، هناك دائما مجال المناورة. فقد ينتظر الإعلام الآن هذه المعركة للتوضيح ما هو المراد من هذا التحالف. هل هو بمعنى إجراءات رسمة من الإجراءات الدفاعية التي تعلنها الدول التي ستحضر هذه القمة، أم أن هناك بالفعل تحالف بمعنى الصياغة وميثاق وميشن بمعنى ما هو هدف هذا الميثاق أو هذا التحالف؟ هذه مسألة أخرى، وأعتقد أن المجال ما زال مفتوحا لتفادي لغة التحشيد العسكري والاستقطاب والاستعارة عنها بالاندماج مرة أخرى. إذا كان هناك اندماج اقتصادي وكان هناك نيو فايب، أجواء جديدة إيجابية في المنطقة، من ضمنها حتى محادثات سعودية إيرانية وانفراج وتقارب، حينها ستجد أن اللغة الصادرة عن إيران ستختلف كليا بعد هذه الجولة.